طبعا لطالما سمعنا بعبارة كتب له عمر جديد، اليوم رح نلتقي مع شخص فعلا كتب له عمر جديد. محمد واحد من شباب عقرب، بهذا التاريخ تعرض لإصابة وانكتب له عمر جديد. اليوم رح نسمع قصة محمد، شو صار معه. محمد، وين كنت وقت اللي تصابت؟ وين كنتوا رايحين؟ كنا طالعين على تركيا. ليش كنتوا طالعين على تركيا؟ في واحد من رفقاتي نتيجة القصف على قرية عقرب، كنا بعقرب، تصاب بداره بالعمود الفقري، خمس شظايظ جوا بالعمود الفقري، وتعرض لحالة مثل شلل من صرته بطنه وتحت، وجبناه على الحلوي. ما شاف الميدانية ما لها قدرة في منطقة الحوري على مليات، ما نطلعوا على تركيا. نعم، أنتوا وين كنت؟ طلعنا معه أنا وأخوه، وتبرعنا بطلع معه وكم واحد، كنا ستة. هلا أنتوا كنتوا تطلعوا على طريق نظامي ولا طريق إنه ما نظامي؟ إحنا ناخذ طريق تهريب. ما نطلع على طرقات، ما نمرق من مصدية شيعة وحواجز الجيش وما حواجز الجيش يعني ما رح تمروا على الطرق النظامية؟ ما على الطرق النظامية. طب ليش ما بتمروا على الطرق النظامية؟ على أساس نحن عربيين. أيوه عنده. نعم. طيب أنتوا طالعين على الطريق، شو اللي صار معكم؟ طلعنا على طريق تدمر، بالأحرى على طريق تدمر، وطريق مليان بلاط شبيحة وأمن، وعطلت سيارتنا، وقفنا على جنب، عم نزل جريح نحطه بين الشجر، نحن الستة، وما معنا سلاح طبعاً. أنت مين كان؟ عد اللي مين كان معكم؟ هو بالأسماء طبعاً ما راح أعرف. مو بالأسماء؟ مثل كنا أنا والمتصاب محمد وأخوه وجوز عساكر من شقين قبل بيوم. عساكر اثنين من شقين قبل بيوم، وكان معنا الشوفير. نعم. الشوفير. ليش كنتوا عم تشيلوا الجريح تحطوا بين الشجر؟ الطريق مليان أمن وشبيحة، يعني مشان ما يشتركوا علينا، وطالعين بسيارة مودك السيارة يعني. نعم. يعني مبينين أشكر مثل عين الشمس، يعني على الرايح وعلى الجاي. شو صار بعدين؟ نزلنا الجريح نحن عم نحطه بالأرض، مرقت من ورانا سيارة. طلع قائد اللواء تبع العسكري من شق، العسكري من شق اللي قائد اللواء هروب. قام يقصى بعدنا عن الشباب مترين، كانوا رافعين سلاحهم علينا، مو بعيدين 3 متر عنا انهم يعني. رفعوا ايديكم الشباب الباقي، رفعوا ايديهم وقعدوا بالارض. اما نحن الاثنين انا والعسكري من شق جايين لعندهم، حصاص ما طلع السيارات وما طلع السيارات، وهنن كثيرين عددهم فوق العشرة يعني، كلياتهم لابسين جيش وشبيحه كلياتهم بالاحرى يعني، ما ناظر شبيحه. الشوفير بده يرفع مسدس، طلع ما معه غير مسدس واحد. الشوفير معه مسدس. انتوا مالكم مسلحين؟ ما انه مسلحين، ما في غير شوفير معه مسدس. نعم. هو بده يحطيه على المسدس و فتحوا النار علينا، على اساس انا ميت وقاعد بالارض. طلعت بيد صاحبه محمد على بطني. نعم. الشباب اللي حواليه طلعت عليهم كلياتهم تقوصوا يعني، محمد على بطني هيك ضليت شي 10 دقائق، وصاروا صياح وهيك وبين بعضهم. اجى واحد منهم شال جزدان من جيبتي من ورا، قلبني على بطني، صرت ما قبيله، حرقني هيك على اساس ميت، رجعني على بطني، قوسني باجري على اساس، بس ما صابني الحمد لله رب العالمين على شغلي. نعم. شي 10 دقائق كمان لحتى راحوا. طيب انتوا بعد ما تصابوا هيك صار معك، لقيتوا حدا يساعدك مثلا؟ ولا حدا ابنه. طيب كيف شو اللي صار معك؟ يعني كيف حتى قدرت مشيت رحت؟ في كلة تسجر حوالينا حرش، فت بين الحرش وانا عم ينزف دمي كثير، وما عاد اقدر يعني. دقيت تواصلت مع الشباب ما يعرفوا وين انا، وما في تغطي يعني تواصل مع الشباب، ضليت ماشي ما بعرف الاتجاهات كلها بالمنطقة، ما بعرف وين انا يعني. حتى وصلت بعد شي اربع ساعات. اربع ساعات انت عم تنزف وماشي؟ اربع ساعات انا بنزف، بس قبل اربع ساعات بعد شي ساعتين شافوني الشبيحة مرة ثانية حديت حرف الطريق، بعيدين عني 3 متر، رفعوا سلاح وجهي قال وقف، وبصوت واطي يعني بعيدين عني 2 متر، ضرب داري بين شجر، هربت تحت طوقوا الحرش وانتهى الجيش وقواصات والصياح، ونمت بالزرع يعني محصول زراعي يعني، ضليت شي ساعتين بس حوالي، بس الهواء ساعدني انه الزرع بيموج علي هيك وهيك، حتى قمت بعد شي ساعتين، صارت شي الساعة 4 وانا ماشي، وايدي عم بنزف كثير دم ومتصاب بطلقه هون حرف جبينه، هي جسمي كلياته نمت منها، مرقت من حديد مدجني، في حوالي عالم ما استجرت قريب، ضليت ماشي
خفت انه ما يكونوا متاولي او علوي او شيء. هو كلها مناطق شيعة هنيك يعني، المناطق ماشي. ضربت بعد شمس صالح حتى شفت بركة مي صغيرة بس عادية شوي فيها مي، حاولت اني اشرب يعني، ضل على وقفت شغل على 5 سم انه مط حالي هيك انه ما اقدر اشرب يعني، بس دي ما قدروا يساعدوني يعني. ساعتها بدي اوقع بالارض جنيت، ما بتعرف شو بدي اسوي. ضليت ماشي، ضليت ماشي بين السجر هيك لحتى وصلت على حرف البيوت، ما حرف البيوت. فت على ضيعة استقبلني الشباب، ضيعة سنية، ضيعة سنية. اجى المختار، مختار ضيعة، مختار ضيعة، اجى بدي يسلمني على الحاجز، مع انه سني هاي الضيعة ما بعرف شو اسمها بالضبط، مناطق شرق حمص. لحتى واحد من الشباب برا عنده منفذ من بيناتهم، بس تعبي كلها تدم وصرت دوخ وما حد شرب من مي بديك ضيعة. حتى رحت على الضيعة استقبلتني حرمي، واجوا الشباب وصار تواصل مع الشباب. كم ساعة ضليت عم تنزل؟ بتضليت فوق ال4 ساعات. أكثر من 4 ساعات؟ أكثر من 4 ساعات. طب بهاي الفترة أنت كنت ماشي لحالك وعم تنزل هيك، شو كنت تفكر؟ شو كان يخطر ببالك؟ ما أفكر شيء، بس كل شوي بتشاهد و يعني كنت بستنى الموت. كنت بستنى الموت، يعني كل شوي بقول ليش ما أموت، ليش ما أموت، ليش ما أوقع على الأرض يعني. طيب بعدين بالأخير وصلت على رستان أو على تلبيسي، وين وصلت؟ وصلت على الزعفران، مش في الزعفران يعني. نعم. في منطقة رستان تلبيسي. تمام. شو بالزعفران صار؟ وصلت بين الساعة 2:30 بالليل و3 بين. طبعا أنت الحادث إيمت صار؟ صارت الساعة بين 10:30 الصبح و11. يعني بين 10:30 الصبح للساعة 2 بالليل أنت لسه ما شافك الدكتور؟ لسه ما شفني الدكتور. إيه. شافني مثل ممرض ضمد لدي، بس الساعة بينزفه وما في. والمنطقة اللي وصلت عليها يعني ما في عندهم يعني، ما في عندهم عناية بالمرأة يعني، هو ما في إمكانيات يعني. نعم. صرت بالزعفران حتى الدكتور الساعة 2:30 عمل عملية بالليل يعني، وخيطنا بندون برج، بندون برج على من كثر من النزف. وعرض يعني ضلت شي 6 ساعات تحت العملية. شو طلع معك يعني؟ شو طلع في بيدك؟ شو في إصابة؟ متصاب هون بالمفصل، رصاص متفجر كلياته كمان. نعم. رصاص متفجر. وبالايد اليسار هوني رصاصة هون، رصاصة كمان بالمفصل فوق المفصل، ورصاصة فوق الكوع. هي حطوا لي عليها 4 سياخ. ايوه. 4 سياخ. وهي اسا بدي عناي اسا. طيب هلا انت قضيت فترة معينة بالرستها، بعدين رجعت على مشافي الحولي. مشافي الحولي شو صار معك؟ رحت على منطقة الحولي على مشفى الدهب، كانت العناية ممتازة والشباب يعني الممرضين والدكاترة، بس ما في دكاترة عظمية بمشفى الدهب. نعم. حتى حولونا على مشفى الدو، في دكاترة عظمية وأساس عناية ممتازة. وصلت على مشفى الدو في مدينة الدو، شافني الدكتور عظمية وصار تحدث وصار حكي إنه أنا من عقرب، أنا من قرية عقرب، إنه طالع على الحولي على الدهب مو على الدو. كتبوا لي ورقة إنه جيب الشاش وجيب الجبس من مشفى الدهب. رحنا مشفى الدهب، ما في يعني ما في إمكانية إنه مو متوفر هالشيء هذا عندهم. يعني ترجعت على مشفى الدهب قالوا لك نحن ما عندنا جبس، مشان هيك بعتنا على الدهب. أيوة. طيب رجعت على مشفى الدهب. رجعت على مشفى الدهب وقال الجبس نحن مشترينه من حسابنا وما بعرف شو. حتى يعني الجبس اللي حطوا لك جبس بإيدك أخذوا منك مصاري. اخذوا منه مصاري، حق الجبس منه يعني. شلون حقدوا الجبس؟ حقهم 2200 ليره سوري. طب انت شو بتشتغل؟ انا ما بشتغل شيء، صار لي من اول الثوره 2:30 قاعد. ابوك شو بيشتغل؟ ابوي عامل بيروت واهلي كلياتهم بيروت، يعني ما في حول حدا حواليه بنور. يعني خلينا نقول بصراحه انه انت عندك امكانيات تدفع مصاري او تتعالج على حسابك مثلا؟ انا ما عندي بنور لا امكانيه ولا شيء، انا عندي امكانيه نشتري باكيت دخان وهيك، بس ما عندي امكانيه غير يعني. ايوه. طيب هلا شو بدك تسوي مشان هيك؟ هلا بدي اطلع على تركيا على اساس ان شاء الله تتيسر معنا. طيب انت شو بتحب تقول للناس وللعالم اللي تشوفك؟ شو بتحب توجه رساله انت؟ محمد ابن عقرب للناس اللي عم تشوفه، خلينا نقول لاهالي الحولي، للاطباء، خلينا نقول للمنظمات، لمين بتحب توجه رسالتك؟ بحب اوجه رساله على اطباء سوريا كلها ومناطق سوريا كلها المحرره وغير المحرره. نعم. انه الاعتناء بالمرضى ويعني مثل الدكاتره، انا كنت بتركيا من يعني مش هذيك السنة، كنت بتركيا من هذيك السنة يعني، بتطلع مثل ناشطين من الدكاترة من الحولي من المناطق من المناطق يعني، عم بيقعدوا عم بياخذوا غازي وعم بياخذوا دواء وسوري وكل شيء. يعني قصدك انه في دكاترة عم تروح تجيب ادوية وعم تجي، وين هاي الادوية؟
بجوز عم بيبيعوها او عم يسرقوها او شيء، ما بعرف اي شيء عن هالشيء. يعني اول مره بتصاب وصار معي هيك. نعم. طيب انت رح تنسى هذا التاريخ؟ هذا التاريخ ما رح انساه بحياتي. وهذا التاريخ 2013، هذا التاريخ 3/4/2013 صارت معنا الحادثة السعيدة عاش الدار. في تاريخ 3/4/2012 اخوي اول يوم تصاب هذيك السنة واستشهد. طبعا 3/4/2012 السعيدة عاش نص الدار. انا سمعت انه انت قبل هالمرة مريت التجارب وفتت لفرع، فتت على ما اعتقد دير شمي اللي صار مشهور، فتت على مخابرات جوية في منطقة دير شميل بقيادة العقيد فضل ميكائيل، وظليت يوم ونص عندهم وهربت من الفرع قريبي واستغربوا، صرت مطلوب على الحواجز كلياتها. وبعد ما عرف ان طلعت العقيد فضل ميكائيل وجاني رسالة قال ان انا بشجع هذا الشاب قبضاي وما بعرف شو، بس صرت مطلوب على الحواجز كلياتها. طيب انا بدي اسألك، يعني انت اول مرة تاخذ فرع المخابرات الجوية بحماة؟ اول مرة في المخابرات الجوية بحماة. ثاني مرة بدير شميل؟ ثاني مرة بدير شميل. هلا ومرة توقفت على الحاجز؟ مرة توقفت على الحاجز، توقفت على الحاجز، اخذوني الحاجز وطلعت. وهلا تصابت بايديك التنتين؟ هلا تصابت بايديك التنتين. كان يمكن كنت راح تموت يعني. كنا راح نموت الحمد لله. لا مشيت رب العالمين. هذا الشيء راح يغير فيك، انت راح تتابع بالثورة وخلص خلص ما في هذا الطريق. لا ان شاء الله بنتابع بالثورة وبنرجع نحمل سلاح وبنخوض معارك وبنحرر الحواجز والمناطق العربية كلها ان شاء الله بنقضي عليهم كلياتهم. ان شاء الله. طبعا يعني محمد مانو يعني ما صار شيء فريد، قصته يمكن تكون غريبة. بس يعني صار في ألوف مثله بالثورة السورية. يعني صرنا هاي القصص اللي نحن ممكن نعمل عنها أفلام هوليودية صارت شيء معتاد ضمن الثورة السورية. طبعا نحن بنتمنى لمحمد السلامة والشفاء. طبعا هو حيحاول يسافر على تركيا، فنحن بنتمنى من الناس اللي حيلتقى فيهم محمد على الطريق أو اللي حيلتقى فيهم بتركيا إنه تساعده، لأنه هذا من سوريا أولا، وهو أنا بنظري وبنظر الشباب اللي موجودين هون شخص حاول يضحي بحاله كرمال ينقذ أحد الأشخاص المصابين. أنا بس بدي أسألك سؤال، إنه هذا الشخص المصاب بيقربك شيء؟ في قربي بس بعيدة. يعني مجرد إنه شخص بتعرفه فقط لا غير؟ بس شخص بعرفه لا غير، يعني في صداقة من زمان يعني. طيب إن لو واحد من الحولي إجا قال لك يا محمد بدك تطلع معي بالصنيعة التركية كنت تطلع؟ بعد الموقف هذا صار معي بتندو منطقة تندو ما بطلع. قبل بطلع مع مين ما كان وكلياتنا لأنه لبعضنا وجيش حر طبعا. طبعا نحن بنتمنى إنه يكون محمد آخر حالة يعني، أو خلينا نقول آخر شخص بينصاب بالثورة السورية، وإن شاء الله نظام الأسد بيسقط عاجلا غير آجلا، وإن شاء الله الثورة السورية منصورة بإذن الله.